بعد 4 سنوات ستظل الشرائح الأولى اللي بتمثل محدودي الدخل مدعومة. ليها تأثير كبير على قراراته السياسية وبتقدم له كل الدعم، وبينهم قصة حب قوية جمعتهم، وهي شخصية مهمة في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر. يا ترى من هي زوجة الدكتور مصطفى مدبولي؟ إيمان حسب الله، لأول مرة ظهرت إيمان زوجة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته للصين، وده للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وبيهتم عدد كبير جداً علشان يعرفوا من هي إيمان زوجة الدكتور مصطفى مدبولي، واللي أول مرة تظهر معاه بشكل مباشر. ويا ترى إيه هي علاقة الدكتور مصطفى مدبولي بالفنان أشرف عبد الباقي؟ إيمان هي ابنة وزير الإسكان السابق صلاح حزب الله، واللي توفى في نهاية السبعينيات، وهي حفيدة المهندس أحمد عثمان مؤسس المقاولون العرب. وبتتميز علاقة إيمان ومدبولي بالترابط بينهم، وبينهم قصة حب كبيرة، وعلى طول بتقدم له كل الدعم في كل مجالات الحياة سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وبيعتبر الدعم المتبادل بينهم أساس النجاح لكل واحد منهم في حياتهم المهنية والشخصية. واتولدت زوجة الدكتور مصطفى مدبولي عام 1980 في القاهرة مصر، ودرست الطب في جامعة القاهرة وتخصصت في طب الأطفال، وبيشهد ليها الجميع بالإبداع في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأطفال وتطبيق الأساليب العلمية الحديثة. وبتتميز إيمان حزب الله زوجة الدكتور مصطفى مدبولي بالذكاء والسرعة في اتخاذ القرارات، وده لأنها شخصية قيادية وهي نموذج بيحتذى به لعدد كتير من الشباب. وبتشهد حياة إيمان حزب الله زوجة الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام المستمر بالعمل الخيري والمجتمعي، وده من خلال المشاركة في عدد من المبادرات الخيرية والأنشطة التطوعية، والهدف منها مساعدة الفئات المستحقة والمساهمة في تحسين الحياة الاجتماعية والصحية ليهم. لكن يا ترى السؤال بقى، إزاي بتأثر زوجة رئيس الوزراء في اتخاذ قراراته؟ إيمان حزب الله شخصية مهمة جداً في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، وبتلعب دور مهم جداً، وده لكونها زوجة رئيس الوزراء. أما فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية في مصر، فرغم عدم ظهورها الدائم لكنها بتقدم دايماً الدعم والنصايح لجوزها، وبتساعده في أنه ياخد عدد من القرارات. وبيربط الدكتور مصطفى مدبولي صلة نسب مع الفنان أشرف عبد الباقي، وهو متجوز أخت زوجته وعنده منهم 3 أبناء. واتولد الدكتور مصطفى مدبولي في 28 إبريل عام 1966، وقدر أنه يحصل على الدكتوراه في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة بجامعة ألمانيا. واشتغل الدكتور مصطفى مدبولي متخصص في مجال التخطيط العمراني والإسكاني خلال الفترة من 2004 ل 2008، كمان اشتغل كاستشاري وخبير دولي للعديد من المؤسسات الدولية زي البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وهيئة التعاون الفني الكوري. الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء اللي كان ليهم تأثير كبير جدا في القرارات السياسية في مصر، وقدر أن يحقق نجاح كبير جداً خلال الفترة اللي قدر يمسك فيها منصب رئيس الوزراء، ولسه مكمل في نجاحاته. وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان يفصلنا كل جديد.